قبل بس ما نتكلم كالعاده الحقيقه خلينا نروح للمتالق امير هشام نعرف منه اخبار بعثه النادي الاهلي في ارض المونديال. يا امير ازيك يا كابتن اسلام؟ ازيك؟ اخبارك ايه؟ تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. هو انت وحشنا معانا هنا، ولكن بنشوفك دايما على طول هناك يا امير ومستمتعين بيك الحقيقه. انت وحشنا اكتر يا كابتن اسلام، وطبعا اجواء المونديال مفتقداك، انت واحد من نجوم النادي الاهلي طبعا اللي شاركت طبعا في البطوله دي احلى قبل كده. ايام احلى لكن ايام باذن الله باذن الله النجوم الموجودين دلوقتي ان شاء يقدروا الله. باذن الله يحققوا حاجه لجمهور النادي الاهلي باذن قول الله. لنا الاخبار عندك ايه النهارده؟ طيب الاخبار النهارده في الحقيقه جاهده للغايه، الحمد لله جاهزيه تامه لكل عناصر لاعبي النادي الاهلي في خلال تدريبات اليوم، و جاهزين تماما لمباراه الدحيل يوم الخميس باذن الله تعالى. مران اليوم كان احد اهم التدريبات في الحقيقه كابتن اسلام، والمران الرئيسي اللي شمل عدد كبير جدا من الجوانب الفنيه الهامه اللي ركز عليها مستر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق. حسين الشحات محمد هاني اندمجوا في التدريبات الجماعيه بشكل كامل بكل فقرات المران، ادوا بشكل جيد جدا واصبحوا متاحين تماما لمستر بيتسو موسيماني. يبقى بس الاختيار الفني خاص بالمدرب نفسه، هل ممكن يدفع بيهم بشكل اساسي في المباراه او يكونوا على الدكه، دي حاجه بقى تخص مستر بيتسو موسيماني. لكن التصريح الطبي بقى معاهم للمشاركه في المباراه بشكل رسمي اي عدد من الدقائق في الحقيقه، وده امر يعني يسعد جدا جدا الجهاز الفني تحديدا، واخبار في الحقيقه سعيده جدا بالنسبه لنا كلنا هنا في البعثه، وبالنسبه كمان لجمهور النادي الاهلي اللي بيتفرج علينا دلوقتي. فالحمد لله الكل جاهز والكل لائق تماما لمباراه يوم الخميس باذن الله تعالى. الاستعدادات مستمره بشكل قوي. خلينا اتكلم معاك عن اليوم بالكامل يا كابتن اسلام. برنامج الفريق كان بالشكل الطبيعي دون اي تغيير اطلاقا، طبقا طبعا للاجراءات الاحترازيه والفقاعه الطبيه اللي احنا متواجدين بداخلها دائما في الحقيقه. الموضوع صعب شويه، مش ببالغ يعني، موضوع فعلا صعب، لكن انت مجبر ومضطر على كده في ظل الظروف الحاليه بخصوص تفشي فيروس كورونا. فطار غدا عشاء في مواعيده ما فيش اي مشكله اطلاقا. خليني اقول لك كمان كان في محاضره النهارده من مستر بيتسو موسيماني قبل التحرك لملعب تدريبات النادي الاهلي هنا في المونديال، والمحاضره النهارده استغرقت حوالي نص ساعه، بعديها مباشره الفريق وصل للتدريبات. بالمناسبه خليني اقول لك التدريبات لسه مستمره حتى الان، انا بتكلم معاك من خارج الملعب لان في بعض الجمل التكتيكيه والخططيه اللي مركز عليها مستر بيتسو موسيماني. عايز اتكلم معاك كمان على المران بالتحديد يا كابتن اسلام، وانا من النوع اللي بحب دايما احاول استشف التشكيل الخاص بالنادي الاهلي، لكن في الحقيقه فشلت النهارده في ان انا اعرف تشكيل النادي الاهلي. يا راجل يا راجل، مستر بيتسو موسيماني يعني قسم الفرقه لثلاث مجاميع في الحقيقه. المجموعتين بيلعبوا مع بعض، وفي مجموعه بره بتنزل مكان اللي مثلا بتستقبل هدف او حاجه. فانا حاولت حتى اخد المعلومه ليا انا بشكل شخصي، طبعا ما كناش هنتكلم عنها طبعا، بس الموضوع كان صعب شويه. واضح ان مستر بيتسو لسه في دماغه حاجات معينة بيفكر فيها أو استراتيجية معينة وسيناريو معين عايز يلعب بيه مباراة الدحيل، لكن في الحقيقة كل الأمور مبشرة وجيدة جدا، و يعني تدينا تفاؤل بإذن الله تعالى أن الأهلي يقدم مباراة كبيرة رغم صعوبة المنافسة مع فريق الدحيل، هذا الفريق القوي والمحترم جدا جدا جدا. خليني كمان اقول لك بعض الكواليس اللي بتتعلق بالفريق بالتحديد. بقى بكره هتكون المسحه الطبيه الرسميه اللي هتكون تحت اشراف الاتحاد الدولي لكره القدم، بالتحديد هتكون في تمام الساعه 9:30 صباحا بالنسبه للجهاز الفني واللاعبين، ونتيجتها تخرج على مدار اليوم بكره باذن الله تعالى. ان شاء الله الكل يكون سلبي ويكون متاح للمباراه. خليني كمان اقول لك ان بكره هيكون في مؤتمر صحفي لمستر بيتسو موسيماني، ومعاه كمان محمد الشناوي كابتن فريق النادي الاهلي، ده طبقا للوائح والمتعارف عليها طبعا قبل اي مباراه رسميه. المؤتمر ده هيكون فين؟ هيكون في الملعب اللي هيستضيف المباراه،
لكن هيكون من خلال الفيديو مع الصحفيين من خلال تطبيق معين اكيد هي الفيفا اللي هتستخدمه بكره، فمن خلاله هيرد مستر بيتسو موسيماني ومحمد الشناوي كابتن فريق النادي الاهلي على كل الاستفسارات والاسئله اللي بتخص الصحفيين اللي هيشاركوا في هذا المؤتمر الصحفي. بالمناسبه كمان خليني اقول لك ان بكره مران الاهلي مش هيكون في الملعب اللي هيستضيف المباراه، مران الاهلي هيكون في نفس الملعب اللي ورانا ده اللي استضاف مران الاهلي على مدار الفترات والايام السابقه بالتحديد. ده ليه؟ لان لائحه الاتحاد الدولي هي بتنص على كده بخصوص بطوله كاس العالم تحديدا، ان مفيش اي تدريبات على الملعب اللي هيستضيف اي مباراه رسميه في البطوله لكل الفرق يا امير، ده مش كده؟ حفاظا على ارضيه الملعب، مع ان لكل الفرق، لكل الفرق حفاظا على ارضيه الملعب، وتحديدا بصراحه شايف ان ارضيه الملعب مش هتاثر يعني، لكن في كل الاحوال هي وجهه نظر الفيفا وده يعني خاص باللائحه الخاصه بالبطوله. فالفريق هيتمرن بكره باذن الله هنا في الملعب الطبيعي والمخصص بالنسبه للنادي الاهلي. عايز اتكلم كمان عن جماهير النادي الاهلي هنا في المونديال، واللي في الحقيقه يعني مواصلين دايما التواصل معانا او حريصين اشد الحرص على التواصل مع افراد البعثه والاطمئنان على الفريق. هم حاسين ان هم قريبين من الاهلي، هم مش عارفين يشوفوا الاهلي، مش عارفين يشوفوا البعثه، مش عارفين يشوفوا الجهاز الفني واللاعبين، لكن هم حاسين ان هم جنب الفرقه، فده شعور في حد ذاته يعني عامل عندهم سعاده كبيره قوي. ومن خلال كلامهم معانا الدائم ان هم هيدعموا الفريق اشد الدعم من خلال ارضيه الملعب ومن خلال المدرجات في الحقيقه، والساعه المحدده 30% تقريبا من ساعه الاستاد، فبالتالي هم هيكونوا بيشجعوا الاهلي بمنتهى القوه، وده امر هم بياكدوا عليه جدا. راحوا النهارده عملوا المساحات الخاصه بيهم عشان يتاح بالنسبه لهم المشاركه او متاح بالنسبه لهم التواجد داخل الاستاد ومدرجات عشان يأزروا بعثه او يأزروا في النادي الاهلي تحديدا في مباراة الدحيل بإذن الله. أمور مطمئنة، أمور جيدة الحمد لله، يبقى بس التوفيق من عند المولى عز وجل بإذن الله تعالى. إن شاء الله أمير، يعني أتمنى إن شاء الله نحن يوم الخميس اللي جاي نعمل مباراة جيدة. ولكن أخيرا قبل ما سيبك، لسه درجات الحرارة في نفس المعدل تقريبا اللي هو 16-17 الكلام ده النهارده؟ الجو والله النهارده الجو احسن شويه في الحقيقه، مش نفس البروده بتاعت امبارح واول الثلاث ايام اللي فاتوا، كانت الدنيا ساقعه جدا بصراحه. درجه الحراره النهارده في التوقيت ده تحديدا توقيت المباراه معتدله، مش ساقعه قوي يعني. لكن في كل الاحوال هو جو الكوره، هو جو الكوره اللي بيحبوا لعيبه الكوره بشكل عام ولعيبه النادي الاهلي باذن الله يكون عامل مساعد بالنسبه للفريق على تاديه مباراة كبيرة ومباراة مميزة. عايز أكلمك كمان يا كابتن إسلام على تدريبات حراس المرمى. في الحقيقة تدريبات قوية جدا، والنهاردة ميشيل يانوكن مدرب حراس مرمى النادي الأهلي عمل بعض التدريبات اللي بتتعلق بالفوت وورك، وإزاي أنك تتعامل مع الكورة برجلك على مدار أحداث المباراة. ده ممكن يكون بالمناسبة بالتنسيق مع مستر بيتسو موسيماني، لكن في كل الأحوال هي تدريبات مهمة جدا لحراس مرمى النادي الأهلي، بالتحديد طبعا لنجمنا الكبير جدا محمد الشناوي اللي تألق خلال التدريبات النهاردة وأدى بشكل جيد جدا. بس ده فيما يتعلق يعني بتدريبات بس. وأنا قاعد بتفرج دلوقتي على التمرين يا أمير الحقيقة، أو اللقطات اللي أنت بعتها لنا كلها لقطات فيها تحس ان اللعيبه كلها قريبه من بعض مع المدربين. يعني انا شايف الشناوي بيهزر مع المدير الفني، مع مدرب حراس المرمى، ومع اللعيبه برضو مع بعض. اعتقد ان الامور لطيفه حتى الان. طبعا لا، الامور طبيعيه جدا، وعلاقه في كل الاحوال مميزه جدا ما بين اللاعبين وبعضهم وما بين اللاعبين والجهاز الفني. تحس ان هي علاقه صداقة أكتر من علاقة عمل وشغل وتدريبات وهذه الأمور، يعني علاقة قوية جدا وطيبة، وده بالمناسبة بيساعد على تحقيق الأهداف في كل الأحوال اللي بيرجو أو اللي بيسعى ليها الفريق بشكل عام. فده أمر جيد وأمر معتاد داخل النادي الأهلي. أنت
واحد من اللاعبين اللي لعبوا في النادي الاهلي فاكيد عارف الامور دي بتبقى ايجابيه ازاي وبتبقى في صالح الفريق ازاي لما يكون في حب وود ما بين اللاعبين وبعضهم. حتى في مقر الاقامه كابتن اسلام دايما اللاعبين قاعدين مع بعض بيتكلموا بيفكروا في الفتره اللي جايه بيفكروا في المباراه اللي جايه. يعني النهارده الالعاب الترفيهيه كمان بالمناسبه خليني اقول لك ان هي ما كانتش بالشكل الكبير قوي اللي كانت على مدار الايام اللي فاتت لان انت خلاص بقى طبعا المباراه بتقرب خلاص داخل في ساعات قليله بالظبط وتلعب بهذه المباراه الهامه جدا ما حدش بيفكر اطلاقا غير في الدحيل ما حدش بيفكر خالص في اي منافسه اخرى خارج المونديال كله بيفكر في كاس العالم للانديه. ان شاء الله الاهلي يكون موفق ويسعد كل جماهيره سواء المتواجدين هنا او المتواجدين في اي مكان في العالم وجماهير الاهلي في الحياه غفيره ومتواجده في كل حته. يعني انا بشكرك يا امير على التالق الكبير الحقيقه من الصبح لغايه دلوقتي اشكرك شكرا جزيلا مفيدنا موفد قناه النادي الاهلي امير هشام.